على الشاشة. إذا لهذه الصواريخ البالستية التي تطلق من البقاع على شمال إسرائيل. إذا يعني منذ أكثر من ساعتين أو في الساعات يعني منذ أكثر من ثلاث ساعات كان هناك صاروخ باليستي أطلق من البقاع على شمال إسرائيل، ودوت سفارات الإنذار على في 142 موقع، والآن إطلاق ثلاثة صواريخ باليستي من البقاع تجاه إسرائيل. هي هاي الضربة هلا راح ما حدا فر. هذه المونتانا يا عبد. هاي تعيد الموت يا شباب. ها؟ أستاذ